الو، عاش من سمع صوتك. كنت فين المدة دي كلها؟ مالكش دعوة انا كنت فين ولا هبقى فين. معلش يا باشا، ده انت طول عمرك اللي بتسأل واحنا اللي بنجاوبه. نفسي مرة واحدة انا اللي اسألك. ماشي يا سيدي، وانا حجاوبك. كنت بتجوز ها؟ ارتحت؟ الف مبروك يا عريس. طيب كنت تعزمنا على الفرح، اقل واحد نشرفوك ونقوم معاك بالواجب. معلش حقك عليا، كانت حفلة عدايق كده أسرية. ماشي يا عريس، حديك 10 أيام أجازة وبعديها حتفضالي. ربنا يحيينا ويحييك إن شاء الله. مع السلامة يا دياب. حاجة تقرف. صباح الخير. صباح الفل حبيبتي. مين دياب؟ بسألي ليه؟ اسمه غريب يعني. واحد من العملاء بتوعي، بس بعد عنك زنان ما وردش. بالحق بقولك ايه، في ناس جايه تعاين الفيلا النهارده عشان هيركبوا كاميرات. ايه الحكايه يا حسام؟ مقفل البيبان والشبابيك بالحديد ودلوقتي جايب لي كاميرات، في ايه؟ محدش بقى ضامن حد يا مان. اليومين دول الناس بقت وحشه، الشر مفيش اكتر منه، وانا ما بقتش امن لحد. دمباه. ايوه يا انسه ديد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وزي مستر البير، عايزك تطمنيه من فضلك. ما انا عرفت، بس كان بدي بس اتشكرك على مجهودك المتميز. شكرا على واجب، ربنا يخليكي. الف مبروك على الجواز. الله يبارك فيكي. الحمد لله الحمد لله. مع اني مستخسرتك كتير بالجواز. حدش بياخد اكتر من نصيبه يا انسه ديدي. الحمد لله الحمد لله. سوري حسام، انا مضطر اسكر هلا، برجع بحكيك بعدين. اوكي، يا ريت يا ريت يا ريت. مع السلامة. مع ألف سلامة. أوكي باي. أهلا يا دياب، كيفك؟ إزيك يا ديدي؟ اسمعي يا ديدي، عاوزكم تبعتوا لي 1000 حتة والسعر حنتفقوا عليه بعد التسليم. كمان يا دياب بدك تدفع بعد التسليم؟ أيوة، أنا قصدي كده عشان أعرف غلاوتي عنديكم. دياب أنت بتعرف إنه غالي عنا، بس ما بدك توخذنا بهالفترة، علينا ضغط كتير وما رح نقدر نعطيك الكمية كلها بالموعد المحدد، بس أنا بوعدك أول ما يتوفروا عندي رح أتصل فيك. في إيه يا ديدي؟ أنتوا صغيرين مش عارفين تلموا لي 1000 حتة؟ بالعكس، نحن كبار بالسوق وطلبك أنت نقطة ببحر الطلبات اللي عنا إياها هلأ، والأولوية أكيد بتروح للناس اللي طالبين كميات أكبر. إيه يا ديدي؟ يعني أنا قليل؟ دياب حبيبي ما تفهمني غلط، أنا بس عم قلك إنه مزنوقين شوي لأنه الطلبات بالسوق كتير علينا، بس أول ما يصيروا عندي وحياتك لعيونك. سلام سلام يا ديدي سلام. ولد الكلب. خير يا دياب؟ موردين اللي برا مش هيجيبوا لي البضاعة، عاوزين يعطلوا شغلي. اها، جات من عند ربنا وبكفاياك الطريق الوعر ده عاد. بطل بمزاجي مش غصب عني، بس الغريبة انه دي أول مرة بتكلمني كده. مالك يا حبيبي؟ زهقت يا وفاء، زهقت. ليل ونهار قاعد في البيت، لا شغله ولا مشغله. اهدى بس يا هاني، هدي اعصابك شويه. تصوري الاستاذ ايهاب جارنا بيتحاشى يصبح عليا من ساعه ما خرجت على المعاش. مش ممكن يا هاني، اكيد ما خدش باله منك. ما كان بياخد باله قبل كده وبيستناني على باب الفيلا عشان اخلص له مصالحه. حتى يا حبيبي لو هو مش كويس مالناش دعوه بيه. الظاهر الناس هي اللي نسيتني، انا تليفوني بقالي اسبوع ما بيرنش، بعد ما كان ما بيبطلش رن ليل ونهار. امرك عجيب يا هاني، مش ده التليفون اللي انت كنت زهقان منه وعامل لك دوشه؟ ودلوقتي زهقت اكتر لما بطل رن، حسيت ان انا فعلا كبرت، بقيت راجل عجوز. لا يا حبيبي، ده عشان انت ما بتشغلش نفسك بحاجه. انت الحمد لله ربنا اداك الصحه، يعني ممكن تشتغل، ساعتها بقى هتخرج وتقابل ناس وتشوف اماكن جديده. عايزين اعمل ايه يعني؟ اخد اسم عناصي اشغله لحسابي؟ لا 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 يا هاني، مش للدرجات دي يا حبيبي، انا قصدي يعني تفتح مكتب محاماه، شركه امن مثلا. محاماه ايه وامن ايه؟ انت عايزيني ابدا من جديد؟ انت نسيت ان انا خلاص بقيت راجل على المعاش. لا يا حبيبي،
انت ربنا مديك الصحه والحمد لله، يعني ممكن تشتغل ساعتها بقى، هتخرج وتشوف ناس جديده واماكن كتيره. واضح كده انك زهقتي من قعدتي في البيت. لا يا حبيبي اوعى تقولي كده، دي احلى لحظات حياتي يا حبيبي وانت قاعد جنبي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا. سوري يا هاني، انا ورايا النهارده حاجات كتير قوي في البيت، عن اذنك يا روحي. برضو مبروك يا سيادة النايف. انت بتتكلم جد يا دي يا كامل؟ نجحت وباكتساح كمان. انا طول عمري اقول ان انت وش السعد علي. طب كويس انك عارف. يا سلام يا سلام يا اولاد، انا نجحت، يعني انا دلوقتي بقيت سيادة النايب طاهر المصطهي وبقى معايا حصانة. انت فكرك يا شلبي اني شغلتك في المكان المحترم ده عشان خاطر سواد عيونك؟ ما شغلتك بس عشان خاطر اختي منيرة حبيبتي، ربنا يخلينا لبعض، جت وقفت مكانك هنا فضلت تسحى وتنحى بدماغها وتتحايل علي عشان تشغلك. اكتشفت مش عشان تشغلك، لا، اكتشفت عايزة تخلص منك ومن ريحتك المعفنة بتاع المجاري. ليه كده بس يا منير؟ الله. اسمع يا ابني، انت اي شكوى اي شكوى هتيجي من الزباين تاني بسببك هخرجك من المحل ده افاك يا قمر طست. كده برضه يا منير، اخص عليك يا مولو، ده انا اجيب لك معايا حتة دين خبر بسبوسة يا معلم، هدية. كداب اللي زيك ما يجيش من وراه اي اخبار حلوه. ايمان مرات اخوك معتز الله يرحمه. تتتتتتت مالها؟ اتجوزت واحد مليونير. مليونير؟ بجد يا شلبي؟ اقعد يا شلبي، اقعد اقعد اقعد. مش من درجات غيرت رجلك. انت بتتكلم بجد؟ بتكلم بجد طبعا، الحاجات دي فيها هزار يا منير. لا، انا لازم اروح انقذ بنت اخويا معتز. لا يمكن اسمح لها تعيش مع جوز ام. الله ينور عليك يا منير، اهو ده الكلام بصح. روح لهم بقى يا معلم واملي عليهم شروطك عشان خاطر ترضى تسيب لهم البيت. اسيب مين؟ اسيب البيت؟ انا لازم انقذ البيت، دي اخر حاجه من ريحه اخويا الله يرحمه معتز. نورتوني يا عرايس. ده نورك يا طنط، ميرسي. قولي لي بقى، امرتك البنوته الحلوه ما جاتش معاكي ليه؟ وديناها عند ماما قبل ما نيجي علشان نقعد معاك على رواقه. لا مالكيش حق يا ايمان، دي بنت لذيذه قوي، ده انا بموت فيها. والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك قد ايه. ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب. اقوم بقى اجيب لكم الجاتوه والشاي عشان محضره كل حاجه. لا من فضلك اسمحي لي انا نروح اعمل. لا ما يصحش يا ماما، ايمان ما بقتش غريبه، بقت واحده مننا. اكيد يا حبيبي، والله ربنا عالم غلاوتها عندي قد ايه. يبقى خلاص بقى اسمحي لي اروح اعمل. خلاص يا حبيبتي براحتك. مالك يا حسام، سرحان في ايه حبيبي؟ يا فندم ماما معلش يا ماما سامحيني، ضغط الشغل ضغط الشغل مخليني دماغي مش فيا، واليومين الجايين دول عندي عمليتين مستقبلي كله متوقف عليهم. ادعي لي ربنا يكرمني. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك وينوي لك كل اللي في بالك. ما تخافش يا حسام، انت بتعرف ربنا وبتتقي الله في كل اللي بتعمله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تخافش من حاجة خالص. سلام يا منصور. ألف مبروك يا طاهر، ألف مبروك. يعني بجديه بيقولنا ظهر ان تسدوا عليه. كله من خيرك يا سيد ياب. يعني انت جديه يا طاهر؟ بقيت نايف في المجلس زي عمي صادق بيه؟ يعني يا ست حكمة حاجة زي كده. تستاهل كل خير يا طاهر. الله يبارك فيك يا ست حكمة، بس انتوا لازم أن تعرفوا انني مهما كبرت لا ممكن اكبر عليكم ابدا، ده انتوا الخير والبركة والعين ما تعلاش على الحاجب. فيك الخير يا طاهر. وحدات مالك مسهم كده ليه؟ ابدا يا سيدي، بس بلغني من ناسنا في الصعيد ان في حد بيبيع سلاح وفي عائلات كتير بتشتري منيه،
بأسعار أقل من أسعارنا بكتير. هو مين ده؟ إيه إيه؟ هو في حد يستجري يبيع حتة سلاح واحدة في المنطقة من غير إذنني؟ مين المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر، اتنين، واحد اسمه البوبو والتاني اسمه لعلو. البوب ولعلو؟ دول رجالة حسام. رجالة حسام؟ يبقى ودي الهلال بيلعب من ورانا. ما هو جايز هما اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيديان. هما مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟ هو اللي بيلعب من وراك وبيستخفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة. قلت لك قبل سابك اقتله، رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجي ينهش فيك. اهو كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه. ألف مبروك يا إيمان، والله العظيم فرحت لك من كل قلبي، المحل ملوش طعم من غيرك. الله يبارك فيك يا حبيبتي وعقبال ولادك. يلا احكي لي بقى يا عروس، حسام عامل معاكي ايه؟ حسام يجنن، يعاملني انا وملك احسن معاملة، انت مش فاهمة احنا ازاي. طب وايه رأيه في زورك للكوافير؟ عادي مفيش أي حاجة، ما جابليش سيرة أصلا. سألني أنت إمتى نازلة المحل، قلت له نازلة النهاردة. شوفي حنين عليكي إزاي، مش عايز يحرمك من الحاجة اللي بتحبيها. الحمد لله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت إزاي يا مرات المرحومة أخويا؟ تروحي تتجوزي من ورانا؟ أنت اتجننت؟ أنت توطي صوتك وأنت بتتكلم معايا. جرية يا منير، أنت داخل بزعبيبك يا أخويا بدل ما تقول لها مبروك. أيوة يا أختي، اعملوهم عليا. ما أنا عارفكم تتجوز. الرصين في طاقية. احترم نفسك يا منير. انا برضو لاحترم نفسي. والله عيال يعملوها ويخيلوا. وهي كانت عملت لك ايه يا اخويا عشان تتحجم عليها كده؟ راحت اتجوزت من ورانا، وراحت جابت جوز ام لبنت اخويا معتز الله يرحمه. انا ما اسمحلكش انك تتكلم معايا بالاسلوب ده، واحب اعرفك ان الراجل اللي انا متجوزاه راجل محترم وجوزي على سنة الله ورسوله، ودي حياتي وانا حرة فيها وانت مالكش اي دعوة بيها. اتفضل اطلع بره. انت بتطرديني؟ بتطرديني عشان بتكلم في مصلحة بنتك؟ طب ايه رأيك بقى؟ انا مش موافق ان بنت اخويا الله يرحمه تعيش مع راجل غريب. وحرفع عليك يا قضية ضم حضانة البنت لينا وححرمك منها، وبكرة تشوفي وريني بقى ازاي هتشفطي بطنك وتعدي. اعلى ما في خيلك اركب يا منير. انا خيال قوي وبركب خيل حلو قوي، وبكرة تشوفي. سلام. نور بركتك الغم غمال، ضيعت علينا فرحتنا. عاجبك اللي هو عامله فيا ده؟ معلش يا منى امسحيها فيا، ما انت عارفه منير اخويا يطلع وينزل على ما فيش. هو ليه مش عايز يسيبنا في حالنا؟ هو ممكن ياخد مالك مني بجد؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، بنتك في حضني، محدش يقدر ياخدها منك. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي خيالتيني؟ في ايه؟ بصراحة ماما عايزة أتكلم معاكي في حاجة. طب تعودي تكلمي. أنا جالي عريس. عريس؟ إيه يا ماما؟ اتخضيتي كده ليه؟ أنا لسه في عز شبابي ومن حقي أنا أتجوز. أيوة طبعًا يا بنتي من حقك، بس لازم تفكري في ابنك. مش يمكن يا شهندة ترجعي لساهر طليق. ساهر ده صفحة وانتهت من حياتي يا ماما خالص، وأرجوكي ما تجيبيليش سيرته تاني. ومين بقى العريس اللي متقدم لك ده؟ يعني حد اعرفه؟ متهيألي يعني ان حضرتك شفتيه مره او مرتين قبل كده. ما انا شفت ناس كتير مره مرتين، مين فيهم يعني؟ طاهر المصطهي. مصطهي ده ايه؟ مصطهي؟ يا نهار اسود، المصطهي الواد المخبر اللي كان بيشتغل مع اخوك حسام. يا بنت ده لا شهاده ولا علام ولا اي حاجه، انت اتجننتي. ده كان زمان يا ماما، دلوقتي طاهر اتغير خالص وحضرتك شفتيه بنفسك. يعني ايه اللي اتغير فيه؟ استحمى، نظف، لبس بدله. الفلوس ما بتغيرش بني ادم يا شهيده. بس للاسف في زماننا ده بتقويه وبتعمل له سعر، وهو بقى نائب في البرلمان وبقى له نفوذ ومكانه في المجتمع. يا دي النايبه، النايب ايه ده؟ ايه النايبه السودا اللي انا فيها دي؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه يا ماما، انا محتاجه ظهر وسند اناوبني في الفتره دي من طليقي ساهر، وطاهر هو اللي وقف جنبي ورجع لي ابني اللي اتخطف. ولولاه كان زمان قلبي محروق على ابني لحد دلوقتي، ده حتى اخواتي ما عملوهاش. يا دي المصيبه، كلامك بحسسني انك انت خلاص مقتنعه بيه وبتفكري فيه فعلا وهتوافقي عليه. ايوه يا ماما انا موافقه. يعني انت يا شهيد عاوزه تقنعيني انك اقتنعتي بيه خلاص ولحقتي تحبيه؟ احبه. احبه ايه يا ماما؟ المهم هو يحبني، ما انا حبيت قبل كده وطلعت غلطانه. تعالي بقى اعكسها المره دي، يمكن اطلع انا اللي صح. الصح صح،
والغلط غلط. انتي داخله على جوره نار وهي اللي بكره هتحرقك. واوعي تتصوري ان انا ممكن في يوم من الايام اوافق على واد زي ده، فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ بلاش اعرف. الف سلامه عليك يا بيبي. انت السبب في اللي انا فيه ده. انا؟ ليه يا حبيبي؟ كنت انا اللي قلت للجيران يرنوك علقه؟ الاولى بلاش تساعي عليا، فكره اللودر دي فكرتك وانت قلت لي عليها قبل كده وانا رفضتها، صح؟ صح فكرتي اه، لكن لما انت قلت لا خلاص يبقى لا. وبعديها بشهر اتنفذت بحذافيرها. ايه مكشوف عنك الحجاب؟ لا يا سيدي مش مكشوف عني الحجاب، بس انا ما برجعش في كلمتي، وكمان مش هتنازل عن احلامي. اوكي يا بيبي. يبقى انت اللي عملتي كده؟ ايوه انا يا بيبي. بس انت بقى ما تقلقش خالص، لان انت بعيد خالص عن الموضوع ده، واللي يقدر يثبت عليك حاجه يبقى يقدمها. ازاي وانا في بيني وبين الجيران كلهم محاضر قد كده في الاسم؟ يعني هيتهموني هيتهموني. اتهام باطل، واكيد كل المحاضر دي في النهايه تتأيد ضد مجهول، وساعتها بقى هنكون كسبنا ان السكان كلهم مش هينفع يقعدوا في العماره، ولا هيلبدوا في العماره وهي قايله للسقوط. ولو نشفوا دماغهم بقى وقالوا عايزين ينكسوها. ينكسوا ايه يا حبيبي؟ العمارة خلاص ما ينفعش فيها تنكيس، اللي اتخبط فيها أهم عمود في العمارة كمان. طبعا يا بيبي، ده أنا لولا وفي كل حاجة بطلع الأولى. منك لله يا لولا. يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخاطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضروره ليها احكام، قصدي الخيانه ليها احكام. يا ساتر يا رب. خيانه؟ خيانه مين لمين بالظبط؟ اسمع ما تلوعش معايا، انا عرفت كل حاجه. وحش وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا لبعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما تعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بزنس بزنس يا دياب، بزنس از بزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخلهولك وباخد نسبة، هو كمان بيقصدني فبدخلهوله وباخد نسبتي فيها. ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي المواردين علينا. والله كل شيخ ولي طريقة، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذة، طريقتك بقت قرد فشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك، انا بنصحك نصيحه لوجه الله، عايزني ادخل لك سلاح؟ ادخل لك سلاح طالما هاخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مدت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي اتمدت لك. واللي خلق الخلق واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحرق شياطين الانس على الجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد. ابتدى ايه؟ ينفد. وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف، ومن النهارده خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله، محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو عجبتك؟ وديني وما اعبد احرقك يا دياب.
يلا شباب. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا دياب؟ فيه ايه حصل؟ ودي الهلالي طلع هو اللي محرك رجالته ومشغله من حسابه، وطلع متفق مع البير من ورانا وعاملين رباطية علينا ومنومنا على ودانا. قلت لك ودي الهلالي ده حية وسمها فاير ومش هيهدى غير لما تتقطع راسه. واللي خلق الخلق لقطع راسه. وهدال قومر يا سيدي، اتصل بطاهر. طاهر كامل خوه قال لي انه مشغول وبيحضر لجوازه. جوازه يا ولاد الكلب. علو علو علو، تاخد عريان وتروح للمعلم بارود تسلمه البضاعه بتاعته وتاخد منه شيك بالمبلغ، تخليه يظهره العريان وبكره الصبح يروح يصرف المبلغ ويحطه في البنك. صح صح وفتح عينيك. ها يلا خد بالك من نفسك. سلام. ايمان يا رجاله مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي، فاهمين ولا لا؟ ايوه سلام. ولدي منصور فين؟ منصور فين يا دياب؟ ايه دي حكمة؟ ولدي فين يا دياب؟ عايزة ولدي منصور. منصور ربنا يعوض علينا من اللي في بطني. لا لا منصور ما يتعوضش، انت اللي قتلته، انت السبب، انت السبب يا منصور. انت فين يا ولدي يا منصور؟ دفنته يا حكمة، دفنته هنا في الجنينة عشان يكون قريب منيني، ولما تتوحشي تطل علي. كلك قلب تدفنه لحاله؟ كلك قلب تدفنه لحاله يا دياب؟ خدني معاه، ادفني معاه يا دياب. عايزة أبلع عيني منيه، عايزة أشم ريحته، عايزة ولد يا دياب. يا منصور 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 يا منصور.
بقية في حياتك. منصور أنا دفنت جدة همام عشان محدش يشم خبر. منصور يا منصور أهدا عاوز رجال يحرس البيت. تصور رفض ان انا اتعامل معاك وفض الشراكه بينا. ما قلت لك انه هذا واحد مجنون. واضح انه عايز ياكل التورته كلها لوحده. اطمن من هالناحيه، ما راح ياكل ولا فتفوتي من هون ورايح. وانت اللي راح تحل محله. افهم من كده يا مستر البير ان انا اللي هاكل التورته كلها؟ طبعا. بس بعد ما تعطينا حقنا بالتمام والكمال. تمام، تمام يا مستر البير. بس انت بقى بعت لنا كام عمليه كده نحل بقنا. حتى اليومين دول الطلب زياده في السوق. لحظة واحدة يا ماما. بظرف أيام رح ببعت لك شحنة بنفس مواصفات الشحنة الأولانية. سلام. مع السلامة. أيوة يا ماما. معلش يا حبيبتي كان معايا تليفون تاني. إيه مالك فيه إيه؟ طب إيه دي بس أنا مش فاهم حاجة، أنا عندي ميعاد غدا هغير هدومي وأجي لك على طول. مع السلامة. خير يا رب. أنا عايز أقول لك إني خدت 50 فدان في وادي النطرون وضع يد. وعينت عليهم حارس كمان. الله ينور يا سيادة النايب، هو ده الشغل. بس هتعمل بالأرض دي ايه؟ لا مش الأرض دي لوحدها، يعني حطت عيني على كم حتة أرض كده بس لسه ما حطتش إيدي عليهم. بس إن شاء الله قريب قوي هيبقوا من نصيبي. الأراضي دي هستصلحها وأزرعها فاكهة وأبيعها لبلاد بره. بلاد بره؟ وانت ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ اول هام ده مشروع يكسب ملايين. ملايين؟ امال انت فاكر ايه يا ابو مخ زينخ انت؟ طب وتاني هام؟ تاني هام الموضوع كده شكله هيكبر من حسام ودياب، محدش عارف هيوصل لحد فين. وعشان كده قلت امن نفسي واعمل كيان لوحدي. قلتوليش بقى اعمل ايه على الغدا النهارده؟ دوري في المطبخ. انا نفسي في فتة بالخل والتوم بس تكون باللحمه الضاني. الله انا نفسي فيها موت. ريهام يا حبيبتي ما تنسيش ان مامي بتحب السلطه البلدي. ودي تيجي يا مامي، انا طبعا عارفه طلبك وهعمل لك كمان سلطه الزبادي. بس انا مش بحب اللحمه الضاني، ولا انا ماليش راي في البيت ده. انا اول مره اعرف انك ما بتحبش اللحمه الضاني. انت لو كنت سالتيني زيهم كان زمانك عرفت. عمر يا حبيبي تحب تاكل ايه على الغدا وريهام تجهزه لك؟ انا هتغدى بره عشان عندي شغل. هو ماله زعل قوي كده ليه؟ مالكيش حق يا ريهام، كان لازم تساليه هو الاول. اسمعي يا حبيبتي، محمد دلوقتي عايش معانا في بيت واحد، يعني من حقه علينا نعرف بيحب ايه وما بيحبش ايه. هو انا بس عارفه حاجه يا مامي، محمد يا غايب طول النهار بره يا اما قاعد معايا ساكت ما بيتكلمش. يا ريهام يا بنتي لازم تعذريه، شغل الداخليه بيخلي الواحد روحه في مناخيره. شاهين ده حسام. شاهين ده مالها؟ في ايه؟ عاوزة تتجوز. يا ماما انا عليمتي جايباني من اخر الدنيا وقلقان عشان تقولي شاهين ده عايزة تتجوز. طب ما تتجوز، ما هو شرع ربنا يا ماما. مش عاوزة تتجوز اي حد يا حسام. يعني ايه مش عايزة تتجوز اي حد يا ماما؟ قولي انا مش فاهم حاجة. عاوزة تتجوز الراجل اللي اسمه طاهر المصطفي ده. شاهين ده اختي عايزة تتجوز طاهر المصطفي. أنا من فترة بحاول أقنعها، الكلام ده ما ينفعش. فترة بتقنعي فيها الكلام ده داير بقاله قد إيه؟ بقاله شوية كده بس أنا ما حاولتش أقول لك عشان ما أضغطش عليك، لكن بعد كده هو قلت لازم أقول لك. حسام أنت رايح فين؟ أنت إزاي؟ مرجوع صايع أنت تتجنن وتتهبل في دماغك وتفتح أخت شاهين ده في الجواز. ودي فيها إيه يا حسام بيه؟ إيه؟ أنا طالب أتجوزها وده شرع ربنا وأظن إنني ما عملتش حاجة غلط. ولا انت اقدر ولا تستهبل؟ انت مجنون؟ اجوز اختي انا العيل صغير وتاني السلاح؟ ما الحل من بعضه يا حسام بيه؟ واظن ان اللي بيته من ازاز ما يزقلش الناس بالطوب، ولا تكونش انت بتاجر في الكنتالوب واني مش واخد بالي. انا حتى لو بتاجر في الزباله
انا اتولدت باشا وهعيش باشا وهموت باشا. انت اتولدت صايع وهتعيش صايع وهتموت صايع. اتولدت صايع ماشي، عشت صايع يمكن، انما هموت صايع اشك. عارف ليه؟ لان اللي قدامك ده مش طاهر المصطيه بتاع زمان، انا بقيت واحد تاني. وعلى العموم يا حسام بيه، مهما غلطت فيي انا مش هزعل منك، لانك جبله جبله وجلدك تخين ومنحس خنزير ما عندكش دم ولا يا باشا. انا ما بزعلش منك لاني بحبك وخايف على مصلحتك، وعشان كده انا بحذرك. خد بالك من دياب لانه ناوي يقتلك. هاتنه وربنا المعبود لحقتله المره دي. دياب ابنه مات وتهمك انت في قتله، خد بالك منه لانه دلوقتي بقى عامل زي الطور الهايج على نفسه. يالا طور هايج على نفسه يالا وعلى اللي بيخافوا منه. انما انت وهو معايا كده ديتك رصاصه بسببت عليه. انت الجوز سامع ولا لا؟ الحقني يا اخويا الحقني الحقني. جرى ايه يا بنت يا زوزو؟ وانت كل شويه راجعه بمصيبه. حمام شوشره خارج من السجن وعرف اني اتجوزت عليه وحالف ليجيب رقبتي ورقبه جوزي برقبه ازازه. شوشره؟ يا نهار مش فاهم. ده مين ده بقى؟ ان شاء الله اللي عايز يجيب رقبتي ورقبتك برقبه ازازه. ده طليق الاولاني. طب وطليقك عايز مننا ايه؟ اصلا ما كانش يعرف اني اتجوزت عليه. ده على اساس ايه بقى؟ انت مراته؟ اي حد هاوي بينا يبقى مدعي عليه. يا نهار مين ده؟ ده باين شوشره. لعله زوزو انتوا معاكوا دولار. سعيد منه ما يعرفوش. كده يا بنت يا زوزو تتجوزي على حمامه شوشره؟ وانت لعله الكلب اللي اتجوزها بايدك ما كانش العاشه ولا الغدا اللي بيننا يا زميلي. كده يخونك السرقات اللي كان بيننا وبين بعضينا. شوشره عايزين نتفاهم. بص بقى يا معلم، انا اللي عملته ده لمصلحتك انت وزوزو اختي. قولي ليه بقى؟ ليه؟ انا جوزتها لمحلل، يعني خروف كوبري. مش انت طلقتها بالثلاثه؟ خروف ومحلل؟ هو ايه الحكايه بالظبط؟ اقعد انت بقى يا معلم. انت مين يا دي انت يا؟ انا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت هتنطى يا اد ولا اجيب رقبتك؟ انا الخروف والمحلل اللي بتكلموا عليه دلوقتي. هو انت؟ شاهد على روحك يا ليه بس يا عم حمام؟ ولا اقول لك اسمع عليك الاول؟ انا اقول لك على حاجه احلى، اللي اتكسر يتصلح. ما لازم تموت عشان اللي اتكسر يتصلح. زوزو دي حبيبتي انا، تمام؟ لازم ايه؟ تموت يا اما ترمي عليها اليمين وقتي. غالي والطلب رخيص، ايدك بس اروح اطلقها واجي لك. زوزو انت طالق بالثلاثه. مرضي يا عم. انت عايزاني اعمل ايه يعني وانا حاسس ان انا غريب في وسطكم؟ ده انت شكلكم كده عامل رباطيه عليا. انت ليه بتقول كده؟ لان دي الحقيقه، وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني مفيش اقعد في بيت اهلك ده تاني. امال هنقعد فين بقى ان شاء الله؟ هنروح نعيش عند اهلي، على الاقل مش هحس ان انا غريب. بس انا بقى هحس اني غريبه. انت تمشي تابع جوزك يا ست هاني، ومطرح ما يروح تكوني معاه. يلا خش لمي شنطتك خلينا نمشي من هنا. اسفه مش همشي. انت بتكسري كلامي يا ريهام؟ لا، لما تجهز لي شقه بعيش فيها لوحدي ساعتها هلم شنطه هدومي وهمشي معاك. تلو دراعي. انا بقول لك على الصح، بس ده لو انت عايز تعمله. واضح ان ارتباطنا من الاول كان غلط.